احنا دلوقتي في فصل الشتاء، والمعروف في فصل الشتاء ان بيحصل جفاف في الجلد. جفاف الجلد ده بيحصل في اماكن كتير في جسمي، ومن ضمن الاماكن اللي بيحصل فيها جفاف هي القدمين. بيحصل تشققات القدمين، او معنى صح تشققات الكعبين، كراك دي هيل. وده موضوعنا النهارده اللي هنتكلم عنه. بس قبل ما اكلمكم عن تشققات الكعبين، اعرفكم بنفسي. انا دكتوره سلمى، دكتوره صيدلانيه. دي قناتي بقدم لكم فيها معلومات مهمه ومفيده جدا، ما تنسوش تتابعوني. هو تشقق الكعبين ده اصلا بيبتدي ازاي وبيتطور لايه؟ اول حاجه بيبتدي يتكون طبقه ناشفه كده حوالين الكعب بتاعي. لو سبت الطبقه دي وما اهتمتش بيها ولسه برضو في ضغط على الرجل موجود، ساعتها الوسادة الدهنية اللي تحت القدم هتبتدي تتمدد، والسمك بتاعها هيبتدي يرفع، فبالتالي القدم هتكون معرضة لأي خبطات أو أي تشققات، والتشققات هتزيد أكتر وأكتر، وأي حاجة هتأثر فيها. وممكن مع الوقت أصلا يحصل جروح ويحصل التهابات خلوية، ويضطر يرجع لمضادات حيوية وعمليات كده. فالأحسن لنا أهتم بالموضوع من الأول. طيب مين اكتر الناس المعرضين لتشقق الكعبين ده؟ اكتر الناس المعرضين ده الناس اللي طبيعه بشرتهم جافه اصلا، والناس اللي عندهم مثلا صدفيه او مرض جلدي معين بيسبب جفاف في الجلد، والناس اللي ما بتشربش ميه كتير. من الناس المعرضين ده برضو الاشخاص اللي وزنهم زايد زياده عن اللزوم، وكمان الناس اللي بيقفوا على رجليهم لفترات طويله جدا على ارض ناشفه، مش بيلبسوا حاجه تدعم رجليهم كده. الناس اللي معظم لبسها اصلا بيكون احذية مفتوحة من الخلف او صنادل مثلا، فالناس اللي بتلبس الحاجات دي مش بيدعموا برضو الوسادة الدهنية اللي تحت القدم، مفيش حاجة بتدعم المنطقة دي، فبالتالي برضو معرضين ليحصل ليهم تشققات الكعبين. المرضى اللي عندهم الغدة الدرقية نشاطها قليل، وكمان في ناس مهم جدا ان انا اخد بالي منهم لو عندهم تشقق في الكعبين، لازم اعتني بالموضوع ده جدا جدا جدا. ومين هم؟ مرضى السكر. مرضى السكر دول لو عندهم تشقق في الكعبين لازم يهتموا بالموضوع ده. ليه يا ترى؟ مرضى السكر دول من تطورات المرض بتاعهم ممكن يحصل لهم مشكلة في الأعصاب بتاعتهم، فبالتالي بيفقدوا الإحساس بتاعهم، فبالتالي ممكن لو حصل له تشقق في الكعبين ده ما يحسش بيه أصلا، وممكن مع الوقت يتطور ويتطور ويتطور ويتحول لكرحة، يتحول لحاجة اسمها diabetic ulcer، وممكن برضو مع الوقت يحصل بتر للقدم للأسف. فبالتالي مريض السكر نصيحة ليه، لازم دايما يتشيك على كل جسمه، يشوف مثلا هل في مثلا تعويرة معينة في جسمه، حاجات زي كده، عشان ساعات الإحساس بتاعه بيكون قليل فمش بيقدر يحس بكل جرح عنده، فدي حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها. بصوا، تشققات القدم مقسومة لحاجتين، يا إما تشققات القدم بجروح أو تشققات القدم من غير جروح. أول حاجة هنبدأ تشققات القدم اللي هي بجروح. طبعا التشققات القدم بجروح ده وصل لمرحلة متطورة جدا، فطبيعي ان التشقق عنده اصلا هيكون عامل طبقة كده كبيرة جدا. فالحل بتاعه بيعمل ايه؟ اول حاجة بينقع رجله في مية دافية لحد ما يحس ان الجلد بتاع رجله كده باش، وبعد كده يدهن كريم او مرهم مضاد حيوي زي مثلا فيوسيدين كريم او اي مرهم زيه، ولو الجرح لسه كبير شوية ممكن يدهن مرهم زي ميبو مثلا، عشان ده بيساعد على تجدد الخلايا كمان. بعد ما دهنت الحاجات دي، بعد كده هدهن كريم مرطب زي مثلا بنسينول كريم او كارباميت كريم، وممكن ادهن عليهم بعد كده طبقة فازلين، فده هيساعد ان الكريم يمتص اكتر جوه. والموضوع ده بكرره مرتين في اليوم، ولو هي هتعمله قبل ما تنام مثلا تلف رجليها يعني كويس، عشان الحاجات اللي هي المرطبة دي اللي هي تمتص اكتر. يعني بكرر الحاجات دي لحد ما الجرح يلتئم، ساعتها بعد كده هضيف خطوة التقشير، بس ممنوع التقشير في حالة وجود جرح عشان ممكن اصلا الجرح كده يزيد اكتر. طيب استنيت كام يوم والجرح التئم خلاص، فايه الخطوات اللي انا همشي عليها ساعتها؟ الخطوات دي لشخص عنده تشققات كعبين من غير جروح. اول حاجة الشخص ده ينقع رجله في مية دافية وفيها ملح، ممكن لو عنده ملح بحري ممكن او اي نوع من انواع الملح مش هتفرق، يعني ينقع رجله لمدة 10 دقايق
لحد ما الجلد بتاع رجله كده يبوش. تاني حاجة يبدأ خطوة التقشير بقى، يبدأ يقشر رجله بأي أداة مؤشرة، أو لو عنده حجر خفيف ممكن برضو يقشر بيها رجله. تالت حاجة بعد ما عمل خطوة التقشير يبتدي يدهن كريمات مؤشرة ومرطبة في نفس الوقت. زي ايه يا ترى؟ زي فوتو سمارت كريم. وممكن بعد ما يدهن كريمات الترطيب والتقشير دي خطوة إضافية يدهن عليها طبقة فازلين ويغطي رجله مثلا بكيس بلاستيك أو مثلا شراب مثلا بس، وساعتها بقى هيلاقي التأثير بقى أقوى، يعني عشان الفازلين ده هيخلي الكريمات دي تمتص أكتر. لو مشيت على الخطوات دي أوعدك إن التشققات إن شاء الله هتقل مع الوقت. وبكده عرفنا كل حاجة عن تشققات الكعبين. أتمنى تكونوا استفدتم بالموضوع ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دمتم بخير وبصحة كويسة دايما.